الطاقم اللي في الفيديو ده بتاع رجال الاعمال، تعالى اوريهولك. بنطلون كحلي بكسرتين وبتوكه من الجنب، ديزاين ايطالي. البليزر زرارين فتحتين من ورا، نص بطانه من جوه مع الزراير الرصاصي بتاعته. يلا بينا. وهختار الساعة المميزة دي من كاسيو الستال ستيل، ومن جوه بالتيفني كولر. طبعا الساعة مميزة قوي شكل ولون. واخترت النيكس كارف دي، وهختار الجزمة الكحلي دي جلد 100%. وده شكل الطاق، البنطلون الكحلي مع القميص اللبني والبليزر الرصاصي، ثلاث الوان مع بعض، حاجة شيك جدا. طقم ده بتاع رجال الاعمال، قولولي ايه رأيكم؟